الاثنين الخامس من فبراير، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم: النقل البحري تهدد باعتصام مفتوح، مداهمة مواقع تهريب الوقود في صبرات. وتابعوا معنا أيضا: وزارة الاقتصاد تقرر ضبط أسعار بعض السلع بالسوق المحلية. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس، أهلا بالجميع. والبداية نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تنضم إلينا مباشرة من صحيفة صدى الاقتصادية نسرين سليمان. نسرين، مساء الخير. مساء النور وفاء، ورحب بكم بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا في برنامج اقتصاد بلس. أهلا بك. إذن بداية ننطلق مع مصدر بمصرف ليبيا المركزي الذي حدثكم عن الضوابط المنظمة لأغراض تحويلات الدراسة والعلاج، ماذا جاء في تصريحه؟ طبعا أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الضوابط المنظمة لأغراض تحويلات الدراسة والعلاج لا تزال ساريا وفقا لمنشور مصرف ليبيا المركزي الصادر برقم 6 لسنة 2021، حيث يحق للمواطن سنويا تحويل 15,000 دولار لأغراض الدراسة و 20,000 دولار لأغراض العلاج وفقا للضوابط الواردة في المنشور، وكذلك استمرار العمل بمنشور تحويلات الشركات الصناعية بنسبة 4% من قيمة الاعتمادات المنفذة خلال السنة السابقة وفقا للضوابط الواردة في منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 17 لسنة 2023. طيب، ماذا عن مصرف اليقين فيما يتعلق بغياب المصرف بمنظومة الأغراض الشخصية؟ ما المعطيات التي لديكم؟ طبعا صرح مصدر مسؤول بمصرف اليقين لصحيفة صدى الاقتصادية حصريا أو تحدث فيما يتعلق بغياب المصرف بمنظومة الأغراض الشخصية، وقال أنه لقد تم سحب المصرف من المنظومة ولأسباب غير معلومة لغاية الآن، ولكن استبعد المصدر تماما ما يقال بأن السبب هو عدم مطابقة المصرف للمعايير، وأضاف أن هناك بعض الزملاء في الاعتمادات الخارجية تم إيقافهم من قبل النائب العام نتيجة لتحقيق يخص اعتمادات قديمة، مؤكدا بأن مصرف اليقين سيوضح الأسباب فور معرفتها. نعم، نمر الآن لمراسلة وجهها مكتب النائب العام إلى مدير عام مصرف الجمهورية بخصوص عمليات سحب أو تحويل أموال من حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدى المصرف. قدمي لنا تفاصيل هذه المراسلة. طبعا تحصل صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على مراسلة صادرة من مكتب النائب العام موجهة إلى مدير عام مصرف الجمهورية تقضي بعدم السماح بأي عمليات سحب أو تحويل أموال من حسابات الهيئة لدى المصرف إلا عن طريق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف من مجلس النواب الليبي. ختاما نمر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي أصدر قرارا بشأن عدد من شركات التوكيل الملاحية. طبعا في قرار جديد أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة قرار بشأن نقل تبعية شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وأيضا شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للبناء بالملاحة والتوكيلات الملاحية أيضا، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، وأيضا الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على أن تتولى هذه الهيئة استكمال إجراءات الخصخصة لديها. نعم. شكرا لك نسرين. إذن كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية، الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية على مدار 24 ساعة الأخيرة، ونستهلها بالعناوين: وزارة الاقتصاد تقرر ضبط أسعار بعض السلع، النقل البحري تهدد باعتصام مفتوح، وأضرار بالجملة من أزمة المياه في زليتن. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
ارتفعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار بشكل ملحوظ اليوم الاثنين مقارنة بتعاملات يوم أمس الأحد، وقفز سعر الدولار إلى 6.14 دينارا مقابل 5.99 دينارا أمس، وزاد سعر اليورو إلى 6.6 دينار مقابل 6.48 دينار يوم أمس أيضا، وسعر الجنيه الاسترليني إلى 7.63 دينارا مقابل 7.5 دينار يوم أمس. وفي السوق الرسمية تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 6.1 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينارا والجنيه الاسترليني عند 6.11 دينارا حسب الأسعار المعلن عنها من مصرف ليبيا المركزي. وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بضرورة متابعة أسعار بعض السلع بالسوق المحلية وضبطها بالتنسيق مع الجهات الضبطية. وطالب الحويج خلال اجتماعه مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية والإدارة التجارية وأيضا مكاتب الأمن الغذائي بإعداد تقرير بخصوص تسعير بعض السلع، وأشار بشكل خاص إلى متابعة السلع الأساسية منها اللحوم والبيض والحليب والزيت على أن تتولى إدارتي التفتيش والتجارة الداخلية تنفيذه مع الجهات المختصة. كذلك طالب الحويج بضرورة إعداد قرار يحظر فيه تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية بهدف ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والاستقرار بالسوق المحلي وبما يضمن المحافظة على الأمن الغذائي. في ملف آخر، أعلنت مديرية أمن صبراتة مداهمة مواقع لتهريب الوقود، وقالت المديرية في بيان لها إن دورياتها نفذت عددا من المداهمات لمواقع معدة لبيع الوقود بالمخالفة وضبط القائمين عليها، ونوهت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين لإحالتهم إلى النيابة المختصة وتحريز المضبوطات. وكذلك يوم سبت كانت قد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دبيبة ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها على يد تجار المحروقات، كما ضبطت قوة أمنية في 29 من يناير الماضي كمية من الوقود خلال مداهمة موقع لتخزين وتهريب المحروقات في منطقة راس لانوف. وقبلها في 26 من يناير أعلنت وزارة الداخلية ضبط نحو 10,000 لتر من البنزين قبل تهريبها في الدروب الصحراوية. أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن مديرها التنفيذي خالد التواتي لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري ودون سند قانوني وراء هذا العمل وفق تعبيرهم، هذا العمل الذي وصفته بالإجرامي رغم مرور 5 أيام على خطفه وإخفائه من أمام منزله يوم الأربعاء الماضي. ونوهت بأن العاملين بالشركة لا يستطيعون ممارسة أعمالهم بالشركة بسبب ما حدث وما تأكد عنه من سوء للأوضاع الأمنية بصفة عامة من استهداف واضح لعرقلة مسيرة عمل المؤسسات الوطنية مثل الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وفق نص البيان. وهنا نبهت الشركة الوطنية للنقل البحري في ختام البيان إلى أن العاملين فيها قد يضطرون إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم المدير التنفيذي للشركة وتأكيد الاستقرار العام لسير عمل الشركة. وفي ملفنا الرئيسي لليوم، تهديد حقيقي وخطير على الممتلكات والسكان في زليتن شكلته أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما دفع السلطات لتشكيل لجان لحصر الأضرار التي أكد المسؤولون أنها في تفاقم مقلق. التقرير التالي ومزيد التفاصيل. شكرا بالله، أنا أحد المواطنين هانزوز حياش هان السكرات هانزوز حياش هان الصرف الصحي في الشارع، الصغار يسيبوا المدارس، عامل هنا موظف تبع دولة مسيبة زوز بنات هذين يتامى حتى ان السكر حوشن. خسائر في الممتلكات الخاصة طالت أهالي مناطق مختلفة من زليتن بسبب أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تفاقمت بشكل متسارع وخطير، ما دفع السلطات المحلية لتكوين لجنة أزمة لحصر الأضرار خاصة بالمنازل وتوفير البدائل.
لا ضرر على المعنى، ضرر سواء في الهبوطات في الأساسات في منازل يعني مستحيل بالذات القديمة والمبنية بالربط إقامة فين، في أضرار ونتيجة بيئية يعني الرائحة والكلام هذا، وفي في المزروعات وفي في الحيوانات يعني. فالموضوع شائك ويأخذ وقت يعني. لقينا أحد المنازل تشققات والمية تحت بعمق حوالي 60 سنتي، وفي منازل غمرتها المياه يعني. من البارحة ولليوم سجلنا حوالي 38 عائلة خرجت اللجنة منهم للتأكيد وللبحث. وفرنا اليوم 16 شقة وقاعدين نوفره لسكن العائلات. طفح المياه الذي خلق أزمة في الجهة وتمدد للمناطق المجاورة كمصرة وبير الغنم تسبب أيضا في أضرار في الممتلكات العامة ومن بينها المدارس. المدارس اللي هي حتى تضرر مش متضررة إلى حد كبير، اللي هي 11 مدرسة 12 مدرسة واللي متضررات يعني نعتبرهن متضررات لأن يعني قريبة من المستنقعات المية والمنسوب للمية اللي مرتفعة من المياه الجوفية حوالي 3 مدارس، اللي هي مدرسة الخنساء، مدرسة النصر بنات، مدرسة رماية. مدرسة رماية أكثر تضرر من غيرها من المدارس. وأمام تزايد حجم هذه الكارثة غير الطبيعية والمجهولة والتي عجز أهل الاختصاص عن تفسيرها، سارعت الحكومات لمد يد العون من خلال توفير التجهيزات اللازمة لشفط المياه كحلول أولية، فيما سارعت حكومة حماد لتوفير الدعم المالي. تم توقيع شيك للبلدية بقيمة 10 مليون. للأمانة ما زال مسألة المالية بس، لأن المبلغ هذا حندخله في حساب الطوارئ، في بعض الإجراءات الروتينية تحتاج إلى وقت، وأيضا عدم وجود سيولة في المصارف دارتنا إشكالية برضو. وفي إطار الحلول المتبعة مؤقتا للإشكال والمتمثلة في شفط المياه، كان المجلس البلدي قد أعلن عن إحصائيات شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة من 27 من ديسمبر الماضية إلى 15 من يناير الجارية، حيث تم شفط 87,655 متر مكعب من المياه. وبالنظر لتسارع تفاقم هذه الكارثة بات من الضروري توفير الدعم اللازم خاصة من المساعدات المالية للتصدي لتحديات المرحلة القادمة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ إسماعيل أجومسي مدير مكتب الأعلام ببلدية زليتن. أستاذ إسماعيل مساء الخير وأهلا بك معنا في اقتصاد بلس. مساء الخير لك خوي ومتابعي قناة الوسط، وشكرا لكم للتغطية المستمرة لما يطرأ في مدينة زليتن. أهلا بك وأكيد نتمنى السلامة للجميع. في البداية أستاذ إسماعيل لو تقدم لنا أكثر تفاصيل حول الخسائر يعني الخاصة والعامة والإجراءات التي تم اتخاذها لتعويض المتضررين. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى الآن لجنة الأزمات والطوارئ مشكلة من قبل عميد البلدية تستغل ليل نهار بالتعاون مع اللجان المكلفة من الحكومات، حكومة الحكومة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية. التسارع اللي على العمل اللي كل يوم المناطق اللي صايرة من ارتفاع منسوب المياه وتزايد، شكر موصول للمؤسسة الوطنية النفط اللي هي بادلة شغل والآن في الميدان، اليوم وصول المعدات لبدء الحفر في البير الاسترشادي والاستراع من العمل، لأن المؤسسة الوطنية كما أسلف سيد فرحات قدارة وأثنى عليه سرعة العمل. البقية عبارة عن شركات وصول الفريق المصري المكلف من الحكومة الوطنية، اليوم في زيارة مدنية للمناطق المتضررة وقاعد يدرس كيف ما صار في فريق حكومة الوحدة الوطنية الدراسات إلى الآن، وضروري من وضع الحلول لأن المواطن البسيط يستنى في الحلول. اليوم في نزوح كثير، طبعا اليوم وصل 13 عائلة للنزوح. البلدية توفر في السكن البديل بالتعاون مع شركة الخدمات والنظافة مصراتها. الحال يزداد سوءا إذا كان لم تدخل الجهات سريعا، لأن الشفط والردم لا يجدي إلى الآن منذ فترة أنا فوق من فم من شهر، والوضع يزداد سوءا كيف ما أسلفت. أستاذ إسماعيل يبدو أن بعض المواطنين رفضوا مغادرة منازلهم، وهناك تحذيرات من أن ذلك ممكن أن يتسبب في إشكال وكارثة لا قدر الله.
طبعا الفريق المكلف من قبل المجلس البلدي هو بالمعهد العالي للمهن الهندسيه وكليه الهندسه اليوم في زيارات من امس واليوم زيارات في منازل ضروري من اخلاها، والسبب ذلك تهدم الاساسات ونزول المنازل، لكن باذن الله حن وضعنا حلول لهم، وضعنا مساكن، وضروره التسكين وضروره الاخلاء في بعض المساكن لانها مع لا يستطيع السكن فيها بسبب التصدع واللي صاير في الاساسات. طيب سؤال اخير استاذ لو سمحت، فيما يتعلق بامكانيات البلديه، نعم يعني هل محتاجين امكانيات اضافيه او موارد اضافيه للمساعده ام تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لكم؟ كيف ما أسلفنا وصف عميد البلدية في التقرير السابق، الحكومة الوطنية وصول المبلغ اللي هو نزول الشيء، كيف ما تعرفوا أنتم في كيف ما صاير في أزمة البلاد اللي هو السيولة واللي صاير في المرتبات في اللي صاير في نقص السيولة داخل المصارف، لكن وضعنا الحلول البديلة وحيتم صرف وبإذن الله حيتم تركيب مياه شبكة تنقية، لأن المياه في المناطق المتضررة غير صالحة للشرب، سيتم شبكة بسعة 75 ألف لتر بالتعاون مع البلدية، ممكن حيتم تركيبها في اليوم بكره وبعد بكره، لان المواطن البسيط بتاخر المرتبات كيف ما تعرفوا شهر 1 و2 الى الان لم يصل الى المصارف، او الافراد والناس قصدي لم يستطيعوا وصول كثره شراء المياه، لان المياه غير صالحه في المناطق المتضرره. البلديه ستسرع في تركيب مياه تنقيه ابتداء من يوم الغد باذن الله، وحنوصل المعونات اول باول للمناطق المتضرره، وسيتم التسكين بالتعاون مع شركه الخدمات والنظافه ان شاء الله. نتمنى السلامه للجميع. شكرا لك استاذ اسماعيل جومسي مدير مكتب الاعلام ببلديه زليتن على كل ما افدتنا به. اذا نواصل ونمر الى موضوعنا الدولي لليوم. بدلا من البحث عن مسانده وكاله اغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من اجل دعمها في مساعده نحو 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزه ويتعرضون لحرب تجويع منذ 4 أشهر، فوجئ العالم بإعلان أمريكا وعدد من الدول وقف دعمهم للوكالة بزعم إسرائيل أن عددا من موظفيها شاركوا في هجمات حركة المقاومة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وقد علقت 13 دولة على رأسها أمريكا، ألمانيا، السويد، اليابان، هولندا، سويسرا وكندا، جميعهم علقوا التمويل المقدم لصالح الأونروا، حيث تعتبر هذه الدول من أكبر المانحين للمؤسسة الأممية بنسبة تتراوح بين 44% إلى 50% في بعض الأحيان. اللافت للانتباه أن إسرائيل استهدفت في عدوانها تدمير وتخريب الكثير من المدارس والمؤسسات التابعة للأونروا في غزة، بل قتلت أكثر من 150 موظفا بالوكالة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وتواجه أونروا التي تقدم خدماتها لقرابة 5.9 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي لبنان، سوريا، الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، تواجه أزمة مالية على مدار السنوات الأخيرة تهدد بتوقف خدماتها. وكانت أونروا وجهت في بداية العام الجاري نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في المناطق التي تقدم فيها خدماتها. وقالت المنظمة الدولية في يناير الماضي إن 10 سنوات من نقص التمويل المزمن قد أثرت بشدة على جودة بعض خدمات أونروا. واستهدف الاحتلال تدمير المخابز ومخازن الغذاء والمتاجر وتخريب القطاع الزراعي وأيضا الصيادين، الأمر الذي ساهم في شح كبير في السلع الضرورية. وفي ظل انقطاع المساعدات المالية للأسر التي كان يعتمد عليها ما يزيد من 80% من سكان قطاع غزة قبل بدء الحرب، تدهورت أوضاع الغزيين المعيشية، فيما يعاني القطاع
من زيادة في نسب البطالة التي تخطت حاجز 75%. وكان تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في الأمم المتحدة قد أكد أن جميع سكان قطاع غزة يعانون من أزمة في مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي. وأظهر التقرير أن 26% من سكان غزة، أي نحو 577,000 شخص، قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا. وتأتي حرب أمريكا وعدة دول أوروبية على الأونروا وتعليق المساعدات لها ليعمق الأزمات المعيشية لسكان غزة ويهدد بمزيد من الجوع لا سيما للأطفال والنساء. ويعرض توقف التمويل الإضافي المقدم من هذه الدول الأونروا لخطر توقف تقديم خدماتها في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، لا سيما مع نزوح قرابة 2 مليون نسمة من منازلهم منذ بداية هذه الحرب، إلى جانب الأوضاع المعيشية والإغاثية الصعبة في القطاع. إلى جانب ذلك فإن النازحين يتقدمون في الآونة الأخيرة في مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع وسط أوضاع كارثية متردية نتيجة تفاقم أعداد النازحين لقرابة 4 أضعاف التعداد الأساسي للمدينة. كذلك تكدس قرابة 1.3 مليون نسمة على مساحة 20% فقط من القطاع. وبهذا فإنه من الواضح أن الاحتلال يخوض حربا شرسة لتجويع القطاع منذ بداية الحرب، إذ لم يكتفي بقطع المياه والكهرباء والاتصالات ومنع دخول الوقود والغذاء والدواء أيضا، بل منع وصول الحصة المخصصة لقطاع غزة لديها من أموال المقاصة. ثم زعمت إسرائيل أيضا مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس في خطوة تصعيدية لحرب التجويع ضد الفلسطينيين وإضعاف وتصفية الوكالة كأحد أهم رموز قضية اللاجئين، في الوقت الذي بات فيه الفلسطينيون خاصة في غزة في أمس الحاجة إلى خدماتها باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير استقبال وتخزين وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وبالتالي فإن منع التمويل عنها يشكل خطوة إضافية في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية. ولكن لا يعرف الفلسطينيين من يظن أنهم سيستسلمون. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. نواصل معكم اقتصاد بلس، والآن نأخذكم إلى آخر فقراتنا، جولة في محل بيع الملابس الجاهزة النسائية بطرابلس. عندنا عدة عروض، منها جاكات ومنها بالطوات ومنها ترنشكوت وبدالي وعدة أنواع. عندنا هيك موديل، هذا بالطو جديد موديل جنين علبة، سعره 195، في منه على الفوشي ومقاسات جنين علبة في اللبس حق يا رب. وعندنا هيك توب سبور سعره 155 دينار، هو آخر قطعة بس نوريه لكم وخلاص. جنين قماشتة حلوة علبة، يمشي على بنطلون جين، يمشي على جونات، يمشي عادي كما تبي تنسق انت. وعندنا هيك جاكات رسميات، يمشي كلاسيكيات ويمشي سبور وكيف ما تبي تنسق انت. هذه سعرها ب 155 دينار، وعندنا هيك حتى هو حاجة جنينة وخامة ممتازة. وعندنا هيك لو تبي على الكاجول شوية، عندنا الجاكيت هذه جنينة هلبة سعرها 225، لأنها تصنيع حق يا ربي الخامة بسم الله ما شاء الله زي ما تشوفوا قدام عيونكم. عندنا هيك الجاكيت هذه جنينة سعرها حلو هلبة، طويلة ومستورة وجنينة هلبة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.